بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم طبعا الحمد لله الرحلة الخاصة بتحويل الألفين دولار إلى مئة ألف دولار وصلت إلى النقطة ألف نقطة ربح في ظل سوق عشوائي لكن الحمد لله أنا زي ما قلت لك قللت من الصفقات يعني بشتغل صفقات قليلة جدا طبعا يعني الأصدقاء يعني طب ليه طب اعمل صفقات كتير لا ما أقدرش أخاطر في مثل هذا السوق تمام ده بالنسبة للرحلة الخاصة بتحويل الالفين الى مئة الف دولار واحنا مستمرين في قبول الطلبات الخاصة بحضراتكم لكن يشترط ان الحد الادنى يكون الفين دولار تمام لان الربح اللي حدث الحمد لله لابد ان المتطلبات الخاصة بادارة رأس المال ان الدخول يكون على الاقل بالفين دولار تمام واحنا قلنا ان معاد الرحلة هو شهر سبعة المقبل اللي هو عاوز يدخل رحلة جديدة بداية من شهر سبعة او شهر فبراير على حسب ان انت جهزت رأس المال وعاوز تدخل معانا الرحلة ما فيش اي مشكلة وقلنا ان احنا هنعملها بعد كده من الفين الى خمسين الف وليست مائة الف عشان تكون الوقت يعني اقل تمام محتاجين اربعة وعشرين الف نقطة فقدرنا الحمد لله بفضل من المولى عز وجل ان احنا نقدر في خلال شهر او اقل من شهر كمان نعمل 1730 ومستمرين في العمل تمام طيب بالنسبه لرحله الداو جونز يمكن قعدت ادرس فيها الفتره الماضيه رحله الداو جونز واستقريت ان انا طبعا راس المال طبعا احنا قلنا 10000 دولار لكن الحد الادنى للدخول هو 5000 دولار طيب هتدخل ب 5000 دولار انا هشتغل ازاي انا هشتغل الاول على العملات يعني هشتغل على ازواج العملات وليس الداو جونز طب ليه انت غيرت الكلام هقول لك لان انا لو دخلت الداو جونز وانت معاك 5000 دولار المخاطره هتبقى عاليه جدا مخاطره عاليه جدا في ظل هذه التحركات يتحكش على بعض طب مخاطره تبقى عاليه تمام فانا لا انا مش عاوز مخاطره عاليه انا عايز نسبه نجاح للرحله ان شاء الله تكون مقتربه من 100% بالمئة. تمام طيب هعمل ايه هشتغل على ازواج العملات هشتغل على ازواج العملات علشان اعمل ايه 10000 دولار تمام عملت 10000 دولار هقدر بعد كده اضحي وخاطر ب 5000 دولار في الداو جونز فهمت الحته ديت يعني ان شاء الله الرصيد اللي هو ال 5000 نوصله ل 15000 في المرحله الاولى بربح 10000 دولار تمام هخاطر انا بقى ب 5000 دولار دي في الداو جونز لو خسرنا لا قدر الله 5000 دولار هتوقف عن المتاجره في الداو جونز وعندنا ال 10000 هشتغل مره اخرى على العملات. فهمت الفكره ديت؟ وهقعد اشتغل في كل مرحله على الداو جونز بمخاطره 5000 دولار لغايه ما يصل الحساب الى 100000 هجعل المخاطره 10000 دولار تمام؟ كل 50000 هزود المخاطره 5000 يعني لما يصل الى 150 تبقى المخاطره خمستاشر ألف يعني عشرة من الحساب هخاطر ب10% من الحساب في الداو جونز الحساب أصبح بمئتين ألف هخاطر بعشرين ألف تمام في سبيل اللي انت ايه عمال بتجري بالحساب وفي نفس الوقت انت هتعمل عمليات سحوبات كتيرة بدل ما تستقر بقى وتنتظر المليون لما تحقق المئتين ألف نقطة لا انت ممكن كل ما تعمل خمسين ألف دولار ممكن تسحب مفيش أي مشكلة ده بالنسبة لتفاصيل رحلة الداو جونز، طيب الاشتراك في كل مرحلة هو 500 دولار، يعني كل ما نعمل ربح 10,000 دولار هنا، 10,000 10,000 10,000 وبعد كده 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 40,000 ممكن عادي ممكن يعني وصلنا للمرحلة ديت ممكن نرجع تاني لمرحلتين أو ثلاثة مراحل ونسحب السحوبات دي كلها مفيش أي مشكلة، تمام؟ احنا بنشتغل بأريحية شديدة طيب هتشتغل بايه انا شغلي في هذه الرحلة هيكون عبارة عن استراتيجية انا شغلها من فترة هي استراتيجية الطاحونة استراتيجية الطاحونة بتعتمد على رأس المال الكبير ليه لان انت لاحظت ان انا في الرحلة اللي هي الاولى اللي هي تحويل الالفين الى مئة الف انا ملتزم ان انا بشتغل على ازواج عملات محدودة يعني هتلاقي بشتغل مثلا على ثلاثة أزواج زوجين أربع أزواج على الأكثر تمام لكن في الرحلة الخاصة بالداو جونز أنا ممكن أشتغل على عشرين زوج عملة في وقت واحد تمام وأشتغل شراء وبيعا كما سنفعل أيضا في الداو جونز يعني داو جونز أنا اشتريته عكس عليا 200 بيب أنا بعته تمام وهكذا هعمل منظومة هيدج كده إن هو في كل تحركاته أنت بتربح تمام في كل تحركاته انت بتربح بس الكلام ده محتاج اللي هو ايه صفقات معلقة تمام ويتم تنفيذها يعني ايه صفقات معلقة ويتم تنفيذها يعني انا اعطيك النقاط القوية في الداو جونز واقول لك اول ما يقرب من النقطة ديت انت هتشتري اول ما يقرب من النقطة ديت انت هتبيع هتضع الاوردر هتضع الاوردر وقتها يعني مثلا ايه تجاوزه مثلا ايه الداو جونز مثلا كسر ال 33000 تمام انا قلت ايه هيحدث انهيار تدخل على طول بيع عند 32900 تعمل اوردر بيع تمام تارجت الخاص بيك يعني في حدود 500 600 نقطه هيجوا تمام تعمل امر شراء عند 32 مثلا 300 32400 وهكذا تمام التارجت 500 نقطه تفضل بقى رايح جاي معاه 500 500 500 هتلاقي في الاخر اللي ما يطلق عليها الصفقه اليتيمه اللي هي الصفقه التي انعكس منها السعر ولم يتم تفعيل اي تارجت تمام الصفقه دي هتكون مخسرتك قد ايه ممكن تخسرك بقى 1000 دولار 500 دولار هتلاقي نفسك في الاخر انت رابح 20000 دولار 50000 دولار فاهم الموضوع هي استراتيجيه الداو جونز بتعتمد على ايه؟ على نسبه النجاح بتقدر تنجح قد ايه؟ افهمها لك واحده واحده انا مثلا نسبه نجاح هنقول تجاوزا 80% يعني انا 80 صفقه بيربحوا و20 صفقه بيخسروا طيب ال 80 صفقه انا كل صفقه بكسب منها هنقول 500 نقطه تمام وهنقول تجاوزا ان كل صفقه ب 1 دولار هي مش بواحد دولار هي باكتر تمام لان الحساب بيعلو خليها ب 1 دولار يبقى انت كده ايه 80 صفقة في اه تعالى ما احنا عندنا الاكسل يعني مش معقول يبقى ما عندنا الاكسل ونعمل ايه؟ ايه 80 صفقة في 500 هي مش محتاجة يعني هي كده تبقى اه اه 40,000 تمام؟ ايه تمام؟ يبقى انا ربحت كده 40,000 طيب خسرت قد ايه؟ 20 صفقة في 500 أيضا تمام؟ اه ب 10,000 يبقى انا في النهايه ربحت قد ايه ربحت اللي اللي انا قلته لك ده اللي هو 30000 فهمتها يبقى انا عملت 80 صفقه ربحت 500 وفي 20 صفقه خسرت منهم 500 تمام بس انا لازم يكون حسابي اعلى من 20000 او 30000 دولار علشان اعمل المنظومه ديت تمام اللي هو انا هدخل ابيع والستوب لوز الخاص بيا او الهيدج هو 500 نقطه والتارجت 500 نقطة، وممكن التارجت يبقى 1000 نقطة، ممكن التارجت يبقى 2000 نقطة على حسب، وممكن الهيدج ما يبقاش 500 يبقى 250 يبقى 200 يبقى 300، أنت فاهم؟ بس في كل الأحوال أنت إيه بتنفذ 80 صفقة بالمكسب ده، تمام؟ فبتلاقي نفسك اللي أنت عمال بتربح، مع طبعًا أنا زودت مسألة اللي إحنا نشتغل كمان مع أزواج العملات علشان ترفع الحساب ده في أسرع وقت إن شاء الله. تمام <applause> انا مستبشر خير بهذه الرحله بس خلينا نبدا يعني انا ما درستها قلت لا انا لازم ابدا بازواج العملات طيب هتشتغل في كام زوج لا ممكن اشتغل في 18 زوج ممكن اشتغل في 16 زوج تمام بنظام الاوامر المعلقه تمام شراء وبيعا هتلاقي كده جداول هنا شراء هنا بيع اتفضل تمام اول ما يقترب منه السعر او ممكن تعمل اوردرات لو السوق ما فيهوش العشوائيه ديت يعني في السوق العادي انت ممكن تنفذ الاوردرات وتسكر الشاشه ما فيش اي مشكله هي هتنفذ لوحدها تمام انا طبعا عاملها لك باسلوب اداره صفقات متقدم جدا بحيث انك في النهايه هتربح في كل الاحتمالات صاعد هابط انا عامل لك كل الاوامر تمام منظومه كده احنا بنسميها الطاحونة تمام هي بتعتمد على معامل الارتباط ما بين ازواج العملات وبتعتمد على حاجات كتير والاتجاهات والجيومتري والرقمي كل الحاجات دي احنا اختزلناها في هذه الاستراتيجية علشان نشتغلها ان شاء الله في استراتيجية الداو جونز تمام طبعا انا قلت لك احنا هنبدأ ب 5000 دولار ومتوقع ان شاء الله ان احنا نصل الى مليون دولار لما نحقق 200 الف نقطة خلي بالك بقى المخاطره انا ظبطت الخطه لو انت لاحظت انا عمال بظبط الخطه يعني عمال افاجئك بكذا حاجه اولها طبعا اللي انا قلت لك هشتغل في الاول في ازواج العملات علشان اعلي الرصيد انا عايز اعلي الرصيد يبقى 25000 يبقى 20000 يبقى 30000 المهم اللي انا لابد ان انا ايه اعلي الرصيد عشان اشتغل باريحيه وبدون خوف ورعب من الداو جونز تمام لان تحركاته لا تحركاته عنيف اخاف اللي يحدث اي مخاطره للاصدقاء تمام

انت عاوز انعكاس خمسة وعشرين الف بيب علشان تفشل في الرحلة وبعد كده لما ربنا يكرمنا خلاص انت وصلت لخمسة واربعين الف واربعين الف نقطة انت متخيلها ده احنا لو دخلنا في الاسترالي دولار هو كله على بعضه سبعة الاف نقطة النوزلاند دولار ستة الاف وستمية فاهم قصدي يعني انت بتتكلم في ايه يعني انت بتتكلم في خمسة الف نقطة فاحنا عملنا حساب المخاطرة غير المنطقية تمام ومن ثم خلاص حتى لما تيجي تدخل على الداو جونز انت معك وأربعين الف نقطة الداو جونز نفسه هو وثلاثين الف نقطة يعني لو بقى بزيرو انت مش تخسر لو بقى بزيرو دي, 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 دي اول حاجة تاني حاجة انت عامل له هيدج يعني انت مثلا اشتريت عند وثلاثين الف تمام واحد لوت آه هبط بيك ل آه 32700 بيعه ايه المشكله ايه الاحتمالات هي بقى اداره الاحتمالات تمام وتقعد بقى تكسب وعمال آه عمال بتكسب في الاخر هيتبقى صفقه يتيمه هتبقى عكس مثلا عليك 300 بيب 400 بيب خسران 400 دولار لكن هتكون ربحت حوالي 8000 دولار او يعني 80000 دولار كمان المساله دي مش هتتظبط وتفهمها بشكل جيد الا لما نعملها عملي تطبيق حي تمام آه طبعا اصدقاء كثيرين قالوا آه لنا الواتس اه, آه الواتس اهو آه طبعا آه بلس 20 اللي هو زائد 20 تمام آه ده مفتاح مصر وده رقم الواتس 1 2 3 4 5 0 41 41 ده رقم الواتس اللي انت ممكن تراسلنا عليه أه سواء أنت عاوز مثلا دورة تحليل رقمي احنا عندنا دورتين دورة تحليل رقمي ودي 120 ساعة تعليمية وتنتهي إن شاء الله بنهاية هذا العام احنا عايزين نكثف المجهود إن شاء الله الفترة المقبلة في دورة التحليل الرقمي ودي أنا برشحها لك دي أعلى حاجة عندي أه دورة الداو جونز للناس اللي عاوزة تشتغل على الداو تمام لكن واحد عاوز يشتغل على اليورو دولار وداخل عندي أه دورة الداو جونز ليه؟ ما انت عايز تشتغل يورو دولار انت جاي ليه داو جونز فاهم الداو اللي هو عاشق للداو جونز وعايز يعرف الحيل والاسرار الخاصه بالداو جونز والاسرار الخاصه باعداد الداو تمام وطريقه المتاجر اعتقد ان هي دوره على مستوى عالي ممكن تراسلنا عبر التليجرام او الايميل كورس اد بروب اليوسف دوت كوم او أه سيجنال اد بروب اليوسف دوت كوم وايضا على الواتس الخاص ب أه أه بلس أه 20 توينتي فور فايف زيرو فور تمام 2 أه زيرو واحد 3 ثلاثة اربعة خمسة زيرو اربعة واحد, أربعة واحد فراشة الحاج عبده تحيي <applause> يعني الواحد مش عارف يقول ايه يعني الواحد وصل يعني مع الناس اصلا هعمل لك كل وسائل التواصل دي كتير جدا ان انا اتواصل معاك مع كل هذه الوسائل صعب جدا ما فيش وقت انت بتدير رحله وبتسجل محاضرات وبتعمل حاجات كتير فبيبقى غصب عن عين الواحد يعني يا دوب هو الرد بسيط حتى الواحد لما بلاقي مثلا واحد عايز لسه هيستفسر عن الدوره بقول له ما فيش دوره بجد انا بكلمك بالامانه يعني لو واحد لسه انا عمال بحكي عن الدورات وبحكي عن كل حاجه والرحلات لما بلاقي حد لسه هيستفسر بقول له اما انه يرجع للفيديوهات او اقول له لا خلاص ما فيش احنا استكفينا فاهم؟ بس هو بعد كده هيشوف النتائج الخاصه برحله الداو جونز اوعدكم ان رحله الداو جونز ان شاء الله نعمل فيها حاجه محترمه جدا لان الحساب اللي هو ال 5000 دولار ده انا الحمد لله اكثر من مره عرفت ان انا اوصله لمائة الف في مده زمنيه بس كنت شغال هاي ريسك الرحله دي انا مش شغال فيها هاي ريسك خالص اطلاقا شغال على الهادي زي الرحله اللي احنا بداناها 2000 الى الف لكن ميزه الرحله الخاصه بالداو جونز اللي هي هتكون اسرع تمام هتكون اسرع بكتير ان شاء الله ونصل لعدد جيد طبعا هي الرحلة ديت انا قلت هتفضل مفتوحة بس مفتوحة برأس المال اللي هي وصلت اليه يعني مثلا احنا ربحنا عشرة الاف دولار فوصلنا ل عشر الف ساعتك عايز تشارك لابد ان يكون رصيدك عشر الف دولار طيب وصلنا ل الف دولار عايز تشارك لابد ان يكون رصيدك الف دولار علشان تشارك تمام بحيث ان احنا لا نغلقها لان هي مكملة آه معانا اما الرحلة اللي هي الخاصة بتحويل الالفين الى مئة فهي بتتعمل في شهر اثنين آه وشهر آه سبعة تمام ما لحقتش شهر اتنين تلحق شهر سبعة ما فيش اي مشكلة عاوز تدخل في منتصف الطريق ما فيش اي مشكلة بس يكون معاك الحد الادنى من الحساب الحد الادنى تقريبا حاليا هو 2000 دولار تمام لان احنا وصلنا لتحقيق 1730 دولار الرحلات دي والكلام اللي احنا بنعمله ده بنعيد الثقة مرة اخرى لهذا السوق بنقول والله احنا ممكن نعمل حاجة رغم إن السوق صعب جدا، السوق فيه حركات عشوائية غير طبيعية وبنصحك بالابتعاد، يعني أنت لو مش معانا في الرحلات والكلام ده اشتغل واحدة واحدة، خلي بالك السوق هو عنيف بس هيكون أعنف أيضا في شهر مارس. يعني الكلام اللي أنت شايفه ده ولا حاجة. طبعاً إحنا اتكلمنا عن انهيار البيتكوين والحمد لله فعلاً انهار البيتكوين. اهو كما ترى الاسعار طبعا حصل بعد الارتداد خلي بالك المنظومه ديت ما تدخلهاش يعني نصيحه ورجاء ما تدخلها يعني مهما حدث من انهيار ما تدخلش هذه المنظومه لان هي ستشهد انهيار كبير للغايه يعني اي صعود تخلص من هذه العملات يعني للاسف الشديد العملات عماله تجيب لهات جديده فربنا يستر على من هو في هذا السوق الدامي لأن هو هيتعرض لانهيار كبير لسه الاسعار هتهبط اكتر من كده بكتير جدا وابقى اقول لكم الاسباب ايه غير الأسباب التحليل الفني والرقمي والكلام ده تمام كل يوم هتلاقي بتجيب لهات كل يوم بتجيب لهات وهتلاقي بقى المحللين عمالين ينصحوا ودي فرصه ودي ولا فرصه ولا حاجه ولا فرصة ولا حاجة متسمعش كلام حد إحتفظ بالنقدية بالسيولة اللي معاك لأن هي دي اللي هتنفعك خلي بالك من الكلام ده أوي السيولة وحدها هي اللي هتنفعك لكن هتقولي الصبر طيب خليك اصبر اه الصبر كويس بس هتصبر قد إيه طيب ما تصبر بكمية أعلى فاهم قصدي يعني يكون معاك كمية أعلى خلاص تقدر تصبر لكن تصبر في سوق بير ماركت سوق هابط بشكل كبير جدا ده خطا فادح خطا فادح جدا يعني مفيش حد يقنعك ويقول لك اصبر وبتاع انا اصبر لما يكون السوق صعودي وليس سوق هبوطي سوق هبوطي انا انتظر بقى اي ارتداده وغالبا ممكن تحدث ارتداده يعني اول ما تحدث ارتداده كده وتلاقي البيتكوين قرب ال 45000 اتبعه عايزك تتبعه تدخل على عملات كده تتبعها تمام لان دي ممكن تكون رقصه الموت يعني النهايه تمام فخلي بالك أه نشوف الصعود اللي هو هيجي ده لغايه كام لو يقدروا أه يجروا الاسعار ل 45 يبقى زي الفل أه اكتر من كده ده يبقى حاجه عنب جدا يعني أه ما اعتقدش بس هنشوف أول ما تلاقي الأسعار كده اقتربت الخسارة بتاعتك بقت قليلة اخرج اخرج ولا تسمع كلام حد كل ده كلام فارغ اللي الناس اللي بتحكي لا وال... ده كلام فارغ السوق ده معرض للانهيار في الست أشهر القادمة علشان الكبار عايزين يشتروا من الاخر الكبار عايزين يشتروا الحاجات ديت بابخس الاسعار فيضغطوا عليك ضغوط غير طبيعيه ممكن ست شهور وممكن لنهايه العام وانت مش هتستحمل يعني انت ماليا لن تتحمل ذلك وما تقوليش الصبر انا مثلا معايا الريبل ليه؟ فاكر الريبل الريبل دي كانت بدولار 20 وانا كنت بنصح الناس بيعها وذهبت الى 60 سنت و... او هي حاليا ب 69 سنت انا ليه اصبر عليها وهي ب... ب... بدولار 20 ليه اصبر عليها طب ما انا ابيعها واجيب ضعف الكميه يعني اللي باعها بدولار 20 تمام وسمع النصيحه ما هو يقدر يجيب ضعف الكميه ولو صبر شويه هيجيبها ب 40 سنت هيجيبها ب 40 سنت وهيجيبها ب 30 سنت تمام طيب اشتري الكميه يا سيدي بتاعتك ب 60 سنت تمام اللي انت بعتها بدولار 20 واصبر يمكن تجيبها ب20 سنت و30 سنت فاهم اتقل واحده واحده لان دي هتكون فرصه استثماريه كبيره جدا بس في وقت محدد يعني مش كل هبوط بيكون فرصة استثمارية لغاية انا بقول لك ده فرصة فان شاء الله خير يبقى احنا اتفقنا خلاص عرفنا رقم الواتس انا ممكن ابقى اكتبه لك في الديسكريبشن بالاسفل تقدر تراسلني سواء انت كنت عاوز دورة تحليل رقمي احترافي او دورة داو جونز او رحلة الداو جونز او الرحلة العادية اللي هي تحويل الالفين الى مئة وانا قلت لك في شهر سبعه الرحله هتكون من 2000 الى 50000 علشان نعجل من مساله عمل اكتر من رحله بالتوفيق ان شاء الله وخلي بالك من السوق بلاش تغامر بلاش تعمل عقود كبيره السوق مش حلو لو تقدر تتوقف توقف بالتوفيق ان شاء الله